لكم يا جماعة النهاردة هنعمل فكرة الباسكت ازاي ما بيكونش فيه ميكروبات وزدان وحاجات وحشة. في ناس بتجيب الباسكت كاتب الزبالة على طول، هما المرة دي الميكروبات دي هنجيبها ونوريها لكم في السكوب بتاع بابا تحت في المعمل. ناس بترمي فيها وخلاص بقى وخلاص الطشر يعني وخلاص لعب. ونحن المرة دي هنحطها الكيس ونكملها ونرميها، ولما نرميها بعد ما نخلص نفكها كده ونرمي في الزبالة على طول. الناس بقى بتاخد كده وترمي وخلاص يعني. متنسوش اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس وتابعونا في فيديوهاتي. سلام.